كده احنا هيكون معانا على التليفون دلوقتي استاذه شيرين فاروق، عملت كتاب اسمه ايه؟ اسمه ظننته رجلا. خليني اخد استاذه شيرين. مساء الفل على حضرتك. الو، مساء النور، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ طيب، ظننته رجلا، ايه اللي حضرتك شفتيه مثلا خلاكي او اداكي الدافع ان انت لا انا لازم هكتب الكتاب ده وهسمي الكتاب بالاسم ده؟ انا الاول بشكركم وبشكر مداخلتي معاكم. انا مبسوطه جدا لان دي اول مداخله ليا. اول ما طلعت الكتاب شاركت بيه في معرض الشارقه للكتاب، لان انا مقيمه في دوله الامارات من حوالي 20 سنه. الكتاب جت فكرته اول حاجه من واقع عملي. انا صحفيه في جريده البيان، واجهت كتير يعني حالات، وقابلت ناس كتيره من تخطيط الشرطه الطبيه بالذات. في حالات منها كانت في السجون، وفي حالات كانت حالات اجتماعية أنا بقابلها في المشاكل اللي كانت بتعرض على الجهات الموجودة داخل دولة الإمارات. اختيار اسم الكتاب هو من إحساس الست اللي بتدي ثقة للراجل من غير ما تكون الثقة دي في محلها، فبتفضل طول الوقت عايشة على أمل إن الراجل ده هيديها اللي هي عايزاه، اللي هي السعادة اللي بتبحث عنها. في الآخر بتفوجئ إنه ده مش راجل أصلا، وده ما ينفعش يطلق عليه راجل. طيب، ايه اهم المحاور اللي حضرتك ركزتي عليها في الكتاب؟ الحقيقة ان الكتاب عبارة عن مجموعة قصصية، عبارة عن 6 قصص مختلفة. هي قصص من الواقع، من حالات انا شفتها بنفسي وعثرتها، وفي حالات انا كنت بتابعها منذ سنوات. من ضمنهم حالة سيدة انا سميت القصة اول واحدة، هي القتل المشروع. الست دي كانت موجودة فعلا في دبي، وحاليا بتقضي العقوبة بتاعتها لمدة 10 سنوات، لأن هي قتلت الشخص اللي كانت بتحبه. أنا مش بدافع عنها، ولا أنا بحلل القتل، ولا أنا بشرع القتل، بس اللي مرت بيه خلال 3 سنوات مع الشخص ده خلاها خرجت عن كل المعايير الإنسانية، وفي الآخر قتلته، وهي كانت حزينة أنها قتلته، لأن هي إنسانة فعلا كانت طيبة جدا وكانت محترمة، وكان نفسها بس في حاجة واحدة، أنه يتجوزها شرعي. وأعتقد أن القصة دي موجودة في كل بلاد العربية بالذات، أنه الراجل بيوعد الست بالزواج وبيكون هو متزوج وعنده أولاد، ويفضل وتفضل هي طول الوقت على أمل أنه هو يا إما هيطلق، يا إما هينفصل، يا إما هيرتبط بيها، فهي معلقة سعادتها بالراجل. وده أكبر غلط الست تعيشه، أنها تعلق سعادتها على شخص. أكيد. أستاذة شيرين، قدمتي في كتابك 5 قصص، عايز أعرف إيه أنواع أو أشكال العنف اللي تناولتيها في القصص دي؟ أوكي، أول عنف تناولته في القصة هو العنف النفسي اللي بيستمر لسنوات، اللي هو بيدمر الست بشكل كامل، بيدمر مستقبلها، بيدمر حياتها، بيخليها معزولة عن العالم كله في انتظار الشخص ده إن هو يديها الحاجة اللي هي بتدور عليها، وفي الآخر ما بتاخدها. العنف اللي هو حتى بين الأزواج وبعضهم، اللي هم بيسموه الصمت العقابي. يعني هي متجوزة ومش متجوزة، هو بيمارس عليها صمت عقابي طول الوقت. هو ممكن ما يكونش بيضربها ولا بيعنفها ولا بيأذيها جسديا، بس هو فعليا بيأذيها نفسيا. يعني هو فعليا دمرها نفسيا، لا هي عارفة تكمل شغلها، ولا اصلا عارفه تشتغل، ولا عارفه تتواصل مع المجتمع. يا استاذه شيرين، انت رجاله هيتضايقوا منك قوي يا استاذه شيرين. العنوان كمان ظننته رجلا مميز جدا جدا، واكيد في افكار كتير جدا طبعا بتبقى ضد عنف المراه. بجد بنشكرك جدا على مكالمتك اللي وضحت لنا فيها كل الحاجه اللي موجوده في الكتاب. بنشكر الكاتبه والروائيه شيرين فاروق، بنشكرك جدا يا فندم.